ملاحظة مهمة، تم استخراج البث أو هذا الفيديو من بث الحاج وعلي اللامي بتاريخ 21/6/2023. الوهابي مجاهد، الوهابي الدكتور مجاهد يأتي برواية شيعية، اللهم صل على محمد وآل محمد. رواية شيعية يأتي بها الشخص الوهابي. احنا شو نريد؟ احنا نريد هذا الأمر فقط، ان الوهابي لما يتكلم يتكلم بدليل، يكون الكتاب أمامه. أنا راح أطلق حملة لمن متبرعي برنامج سؤال بري، هذه الحملة تنص: أيها المتبرعون، قسم من التبرع لمشروع السيدة الزهراء عليه السلام، والقسم الآخر تبرعوا به لكتب، لشراء كتب للوهابية حتى يقرأوا كتب الشيعة، لأنهم يقرأوا من المواقع فقط وفقط. فأرجع وأقول الحمد لله أن هذا الشخص يتكلم بدليل، الحمد لله الموضوع راح يكون علمي. لكن الله العلي العظيم بمجرد أن نقل الرواية، وإذا بالرواية مبتورة، وإذا بالكتاب لم يكن أمامه، وإذا بالكلام ناقلة من أحد المواقع الوهابية. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد وقصير من قناة خواطر فكرية. إذن الدكتور مجاهد يأتي ويقول هناك رواية إن الله أخبر إن أبا بكر سيصبح هو الخليفة. الله أكبر، تفجير تكبير. نعم، هذا الكلام أقول وأكرر كلام علمي جيد، بما أنه موجود في كتب الشيعية فالموضوع جيد. لكن هل أنت تلتزم بالرواية؟ السيد ميثم الموسوي، هذا الشخص ما أعرف أقول مبدع، هل كلمة مبدع تليق بالسيد ميثم أو لا، لكن شخص هو يمتلك وكأنما خوارزميات لكل الكتب، وبمجرد أن تذكر رواية يرجع لها بثواني معدودة. يا دكتور مجاهد، أنت اليوم ذكرت هذه الرواية، هل تلتزم بها؟ قال نعم أنا ألتزم بها. هل الرواية أمامك؟ الرواية ليست أمامك. أنا مثل ما قلت، هي الرواية موجودة بالمواقع مبتورة. فالسيد ميثم يقول له تكملة هذه الرواية أبو بكر وعمر وحفصة وعائشة سموا الرسول بهذه الرواية. خلنا نستمع ونعقف، خليكم على الفيديو. هو عمر قال بهذا الشكل، قال ألست رسول الله حقا؟ وراح لأبو بكر، أليس هذا رسول؟ هذا الذي شك فيه، شك في رسالة. عندي جواب، أنتوا الآن تشككون في إسلام عمر. لا 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 لا، نحن نفكك مو نشكك، أكو فرق بين التشكيك والتفكيك. نحن نفكك العبارة. أحسنت حاج وعد. الآن يوم جينا تكلمنا هنا، جاب أخذني للمسجد عند أبو بكر، أنا بأخذك لناحية أخرى. ألم يخبر الله سبحانه وتعالى رسوله أن الخليفة الأول من بعده أبا بكر والثاني عمر؟ فكيف تشك ونفكفك العبارات؟ لا، ما في القرآن الكريم تفضل يقول الله تعالى: وإذ إلى بعض أزواجه حديثا يقول جعفر الصادق أن النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا في القرطبي أيضا أن الله سبحانه وتعالى أخبر النبي أن من سوف يأتي من الخلافة من بعده عمر، أبا بكر سلام الله عليه، ثم عمر سلام الله عليه، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام زوجته حفصة أم المؤمنين سلام الله عليها أن أباها وعمر سوف يتولون الخلافة من بعده. تفضل. طيب، هاي رواية تصدق بها؟ هاي رواية تصدق بها أنت؟ تصدق بها هذه الرواية؟ تقول صحيحة هذه؟ جدا أصدق بها. جدا. طيب طيب، كملها اذا تصدق بها، كمل الروايه حتىك تكملها. هذا القرطبي يقول وقالها ابن عباس. لا لا لا، الروايه اللي قريتها عن جعفر الصادق كملها. في العياشي و في العياشي في غيره كملها. عفوا دقيقه، هي موجوده في البيضاوي والالوسي والقمي والميزان. انا قلت روايه جعفر الصادق، اريد روايه جعفر الصادق اللي استشهدت بها علينا. نعم في الأربع تفاسير، ليست أمامي الآن، ليست أمامي في الأربع تفاسير، وجعلت فيها محاضرة كاملة لايف عن هذا الموضوع، ممكن ترجع لفيديوهاتي، لكن هي موجودة. تعرف شنو هاي الرواية؟ هاي الرواية اللي أنت قرأتها، لما أنه قال إن أبوك سيل الخلافة من بعدي، تدري شنو هاي نهاية الرواية شنو بيها؟ ها؟ إيش؟ أنا أقول لك. يقول أنا أقول لك شنو بيها؟ يقول فأخبرت حفصة، خليني أكمل لك، أخبرت حفصة عائشة،
اسمع جاءت خلي اقرا احنا ما عرفنا الان تتخاطى عطيش موجود لانه قال لك اقراها ما قبلت الان هو يقرا ما تقبل ايش اسوي انا لا اقبل لك ما نبغى ناخذها بالروايات انت عارف لا 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 حتى تعرف شنو نتيجه الروايه هاي اللي انت تصدق بها نجح صادق عليه السلام فيقول فاخبرت حفصة عائشه من يومها ذلك واخبرت عائشه ابا بكر فجاء ابو بكر الى عمر فقال له ان عائشه اخبرتني عن حفصه بشيء لا اثق بقولها فاسال انت حفصه فجاء عمر الى حفصه فقالها ما هذا الذي اخبرت عنك عائشه فانكرت ذلك قالت ما قلت لها من ذلك شيئا فقالها عمر ان كان هذا حقا فاخبرينا حتى نتقدم فيه فقالت نعم قد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذلك فاجتمع على أن يسموا رسول الله صلى الله عليه وآله سموا النبي هاي الرواية قتلوا رسول الله مثل ايش اسمع زي اللي يقول لك انا اعطيك يا عند محاضره الاستاذ عمي انت راح تصير الملك محاضره يا استاذ هذا الروايه تقول اجتمعوا وسموا النبي هاي الروايه سموا رسول الله كان يبغى يسمي وانا راح استلم الحكم من هذه من نكت الخبز شكرا تفضل الشيخ عبد الرحمن شكرا انا اللي جبت هالروايه لو انت اضحك على روحك وانت اللي جبتها لا لا لحظة لا 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 أنا دور الأخ عبد الرحمن راح يجي رواية أخيرة وأختم خليها على بكرة دكتور خليها على بكرة بعد بس دقيقة ما راح تأخذ أكثر من دقيقة لا الدقيقة خليها على بكرة الله يبقى بس آخر واحدة عشان نختم هذا الموضوع يا أخي الرجل كان قبلك بس دقيقة تأدب النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه أنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء يقول جعفر الصادق أن الله أراد خلاف ما أراد رسول الله يعني ما أراد أن يكون من الولي هو علي بن أبي طالب وجزاكم الله خيرا في أي كتاب العياشي تفسير العياشي لحظة الآن أمامك تفسير العياشي خلي أسيلك اسمعني خلي أسيلك تفضل هل هذه الرواية مسندة إلى الإمام الصادق عليه السلام؟ نعم في تفسير العياشي وتفسير مستدرك سفينة البحار واحدة قرأنا السند من تفسير العياشي أنا أعطيك الصفحة والجزء لا أطلعها طلع كامل أيوة مهلني ثانية تفضل مستدرك سفينة البحار جزء واحد صفحة 178 اقرأنا السند والله لا أنا ما عندي غير جهاز واحد يا حاج وعد طيب بكرة تجيب الحديث مع السند ما في مشكلة لكن هي عن جعفر الصادق وحديث صحيح ماشي إن شاء الله بكرة إخواني جميعا شكرا لك وهذا الشخص أولا حياكم الله من جديد وهذا الشخص لا يمل ولا يكل أبدا وأطلاقا ونهائيا جاء برواية أخرى اليوم أنا أرجع وأطلق هذه الحملة أخواني الأعزاء أيها المتبرعون لمشروع السيدة زهرة عليه السلام قسم من تبرعاتكم خلينا نتبرع به للوهابية نتبرع بها للوهابية يشترون مصادر وكتب شيعية حتى يحتجوا علينا بها يحتجوا على برنامج سؤال بريء اليوم شنو ذنبي الحاج وعلي اللامي يعني المكتبة اللي وراه تقريبا بها 1000 كتاب والإنترنت أو الكمبيوتر اللي أمامه بي يمكن 10,000 كتاب سيد مثل المسوي كذلك وهؤلاء الوهابية ليس لديهم مصدر واحد يحتجوا به إحنا ما نريد إلا الدليل العلمي فجاء برواية أخرى وأيضا الرواية ليست أمامه والرواية لا يحتج بها من كتاب إنما فقط من المواقع نقول هداكم الله ونسأل لكم الهداية ونسأل إن شاء الله أن تشتروا كتب شيعية تحتجوا بها علينا فوالله لا نريد إلا إثراء المنطقة العلمية والجانب العلمي لا أكثر ولا أقل لا نريد انتصارات عليكم فنحن أبناء الكرار ولا نحتاج إلى معارك أصلا لا تليق بنا لكن نريد شيء علمي لا أكثر ولا أقل هذا هو فيديو اليوم هذا ملخص اليوم وانتظرونا إن شاء الله في فيديوهات أخرى وملخصات أخرى
لهذا البرنامج القيم سؤال بريء، واللي أكرر هذا الفيديو هو مستخرج من حلقة بعنوان أو بتاريخ 21/6/2023. اللهم ارزقنا الإخلاص في عملي وفي أمان الله.